اهلا بيكم. ده الفيديو الاولاني للكنترول اند كوردينيشن البلانت. هل تعتقد ان البلانت زي الانيمالز زي الهيومن عنده ريستنج بوتنشال، عنده اكشن بوتنشال؟ عنده ريستنج بوتنشال، عنده اكشن بوتنشال، لكن ديفرنسز بسيطه قوي ما بين اللي في البلانت وفي الانيمالز. البلانت اللي قدامنا ده فيد on insects. ليه بلانت يضطر ان هو ياكل انسكت؟ مش قادر يعمل its own protein وبالتالي digest الانسكت ويستعملها as a source للامينو اسيدز اللي هو محتاجها. السبب ان السويل ما بيكونش فيها نيتروجين كومباوند، او البلانت ده مش قادر ان هو يحصل على النيتروجين كومباوند من السويل علشان يقدر يعمل its own protein، وعلى كده بيضطر ان هو ياكل الانسكت. An insectivorous plant like this عنده sensitivity. والبلانت ده يعتبر autotrophic and heterotrophic at the same time. Autotrophic in obtaining its food by photosynthesis, at the same time heterotrophic بأنه بياخد نوع من الفود in the form of flesh اللي هو بيعتبر الانسكتس اللي بيتغذى عليها. بص كده على الفيجر ده، شوف الحركه بتاعه البلانت ده والسنسيتيفيتي والريستنج بوتنشال والاكشن بوتنشال. اول ما حس ان في انسكت قفل على الانسكت، لكن لما قفل على الانسكت حس انه الفود اللي في الانسكت ده نوت انف ان هو يحصل عليه، لانه هيضطر يطلع بروتين انزيمز تو دايجست ذيس انسكتس، ومرات يكون الانزيم اللي هيطلعه فيه بروتين اكتر من اللي هياخده من الانسكت، فلا العمليه خسرانه فهيسيب الانسكت دي تو اسكيب. بص كده هربت الانسكت، وزي ما شفنا كده هو عنده بين الاطراف بتاعت النيدل لايك ستراكشرز اللي موجوده هنا المسافات اللي بينها واسعه، وده ادفانتج. ادفانتج ليه؟ لان لما تكون المسافات واسعه هيدي فرصه انه لو قفل على انسكت صغيره يسيبها تهرب، لو الانسكت الصغيره دي هيبتدي يطلع عليها انزيم تو دايجست ات، فبالتالي هيبقى فقد بروتين ان ذا فورم اوف انزيم اكتر من البروتين او الامينو اسيدز اللي هيحصل عليها من دايجستنج الانسكت دي، وبالتالي سابها ان هي تهرب. بص كده على الباي، جت انسكت كبيره، مجرد الحركه وبتحرك نيدل لايك ستراكشرز الهير ده السنسيتيف هير، وبالتالي ده بيعمل استيميوليشن وبيعمل اكشن بوتنشال اللي يخليها تقفل على الانسكت بالشكل ده. كل ما الانسكت تتحرك جوه استيميوليشن اكتر قفل على الانسكت، كل ما الانسكت دي تحاول ان هي تهرب فبالتالي بتعمل موفمنت، والموفمنت استيميوليت سنسيتيف هير علشان يبتدي يحصل سكريشن لانزيمز تو دايجست ذيس انسكت وتاخد الامينو اسيدز بتاعتها وتستخدمها از فود. This is known as venous fly trap، لكن ده مش النوع الوحيد من البلانت ذات فيد اون انسكتس، في انواع كتيره، لكن في السيلبس بتاعنا علينا النوع ده من الانسكتيفورس بلانت اللي هو فينوس فلاي تراب. اتفقنا انه في عندهم ريستنج بوتنشال وكمان اكشن بوتنشال زي الانيمالز والهيومنز، لكن ايه الديفرنسز؟ ركز معايا كده، ايه الديفرنسز؟ الديب بولاريزيشن عندهم مش من تاثير الديفيوجن بتاع الصوديوم ايونز زي ما احنا اخذنا مع الانيمالز، لكن من الاوت فلو اوف كلورايد ايونز. مره تانية، اول ديفرنس ان الديبولاريزيشن عندهم بيحصل نتيجه الاوت فلو اوف كلورايد ايونز، اوت فلو اوف كلورايد ايون، بدل ما عند الانيمال بينتج من الديفيوجن اوف صوديوم تو ذا انسايد اوف ذا سيل. الري بولاريزيشن بينتج نتيجة outflow of potassium ion، وكده دي similarity بينه وبين الانيمالز. الاكشن potential travel along the cell membrane of a plant، وكمان مش بس في cell membrane من البلانت، ده كمان بيعدي في البلازمودزمات.
الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال في النوع ده من البلانت بيفضل for a longer time والفلو بتاعه بيبقى slower than that of the animals. وحياتك ما تنساش differences with similarities ما بين الكوميونيكيشن في البلانت والكوميونيكيشن في الانيمال, resting potential, action potential in both. هقولهم لك مرة تانية. They have resting potential and they have action potential like those of animals. لكن a deep polarization أو الaction potential مش من الفلو بتاع الصوديوم ايون زي ما بيحصل عند الانيمالز, لكن outflow of chloride ions. الفرق الثاني انه الاكشن بوتنشال بيمشي في السيل ميمبرين زي الانيمال, لكن كمان في البلازموديزماتا والانيمال ما عندوش بلازموديزماتا. الاكشن بوتنشال في البلانت لاست ماتش لونجر وترافل مور سلولي. في سيميلاريتيز, عندهم الكتريكال بوتنشال جريدينت زي الانيمال. Other similarity, repolarization عندهم بيحصل نتيجة الاوتفلو of potassium ions. ده الفينوس فلاي تراب اللي شفناه من شوية واتفقنا ان هو كارنيفور فيد on flesh. وقلنا كمان ان هو autotrophic and heterotrophic at the same time. Autotrophic in formation of its carbohydrate by photosynthesis and heterotrophic in obtaining its amino acids from insects. لو ابتدينا نتكلم على الستركتشر بتاع الليف بتاعت الانسكتيفرس بلانت ده, هلاقي ان الليف زي اي ليف ديفايدد انتو تو لوبس بالشكل ده, لكن في نفس الوقت عندها في المنطقه دي نكتر سيكريتنج جلانس وده تو اتراكت الانسكتس. في نفس الوقت لقينا عندها 3 سنسوري هيرز. ادي 3 سنسوري هيرز, واحده الثانيه التالتة. وما تنساش بقى ان الهيرز دي لما تيجي انسكت وتبتدي تتحرك بتحرك الهير ده, وده هو اللي بيسبب الاكشن بوتنشال اللي بيحصل. كمان الاطراف بتاعتها زي ما انت شايف عندها stiff hairs that interlock together زي ما شفنا في الفيديو. ادي الستيف هيرز that can interlock together, وخلي بالك في بينهم مسافات, واتفقنا ان ده advantage ان يكون في مسافات عشان يدي فرصة للانسكت الصغيرة to escape. ليه؟ علشان يحافظ على البروتين كونتنت بتاعته, لان لو كانت انسكت صغيره هو هيعمل انزيمز تو دايجست ذس انسكت, فيمكن كميه البروتين اللي هيطلعها هتبقى اكتر من كميه البروتين اللي هيحصل عليها نتيجه الدايجستنج بتاعت الانسكت الصغيره دي, وكده هيلاقي نفسه هيفقد بروتين. عشان كده ادفانتج ان المسافات ما بين الستيف هير واسعه, لو انسكت صغيره هيسيبها ان هي تهرب. برضو عنده many glands to secrete enzymes زي ما اتفقنا, والانزيمز دي to enable it to digest the insect وياخد its own amino acids ويستفيد بيها and formation of its own protein. ازاي بيحصل trapping الانسكت؟ الميكانيزم اللي بيحصل بيه trapping للانسكت, اول ما تيجي انسكت وتبتدي تعمل touch للسنسوري هيرز التلاتة اللي انت شفتهم اللي موجودين في الليف, هيبتدي يحصل action potential, والاكشن بوتنشال هيبتدي يمر في الليف وهيخليها تقفل to trap this insect. لكن ازاي الاكشن بوتنشال حصل؟ ازاي الاكشن بوتنشال حصل اللي خلى انه الليف تقفل علشان to trap الانسكتس؟ اول ما تيجي انسكت وهتبتدي تتحرك هتعمل ديفليكشن للسنسوري هيرز الثلاثه اللي احنا اتفقنا عليهم, وده هيخلي كالسيوم اين تشانلز, خد بالك كالسيوم ايون في الليف اوبن, وهيبقى نتيجه كده الكالسيوم ديفيوز انتو انسايد, وبالتالي نقول ان النقطه دي حصل فيها ريسبتور بوتنشال. لو تو هيرز ار ستيمولييتد, خد بالك بسرعه قوي ما بين 20 و 30 seconds, او one hair is touched twice within this period of time, الاكشن بوتنشال اللي حصل واللي اطلقنا عليه ريسبتور بوتنشال هيبتدي تو ترافل اكروس ذا ليف, ونتيجه كده هتقفل, وهنتكلم على الميكانيزم اللي هتقفل بيه بعد شويه. اوكي, لو الهير ديفليكتد الثيرد تايم, لو الهير ديفليكتد فور الثيرد تايم هيبتدي الليف تفضل قافله على الانسكت. لو سكند تريجر takes
too long، هي مش هتقفل، لأنه معنى كده أن مفيش حاجة بتتحرك، فهي ابتدى يحصل trigger لكن for a longer time، longer than 20 to 35 seconds، فهي مش هتقفل باعتبار أن الحاجة اللي جوه دي حاجة غير متحركة. لو حصل deflection نتيجة الحركة أكتر في للsensory hairs، ففي الحالة دي هيبتدي calcium ions يدخل جوه ويخلي gland to secrete vesicles، والvesicles containing digestive enzymes علشان يقدر يعمل digesting للأجسام. تخيل الدايجستشن بياخد حوالي أسبوع، تخيل هضم الانسكت بالفينوس فلاي تراب بياخد حوالي أسبوع. والدايجستشن بتاع الانسكت ده مش بس علشان يدي أمينو أسيدز، لكن ده كمان بياخد منه البلانت صوديوم وكالسيوم آينز عشان يستخدمهم في الريستينج والأكشن بوتينشال بتاعه لما يجي يعمل ترابينج لأذر انسكت. لكن إزاي بيحصل أن الليف بتقفل على الانسكت؟ بمعنى تاني، إزاي بتتحول من كونفكس تو كونكيف؟ خلي بالك معايا قوي علشان نتكلم على النقطة دي مرة تانية. ده الميكانيزم اللي هيخلي الليف تقفل على الانسكت، بمعنى تاني هتتحول من كونفكس تو كونكيف. عايزك تتخيل معايا كده، لو دي الحتتين دول اللي مرسومين باللون الاسود ده عبارة عن ألمنيوم بالشكل ده and they are joined together، اوكي، وعندي piece of iron اهي ماسكة من هنا وماسكة من هنا. انا هتخيل دلوقتي معاك ان حتة الايرن دي هتعمل expansion، لما تعمل expansion يعني هتلف تكمل في الاتجاه ده، هتكمل في الاتجاه ده، ولما تكمل في الاتجاه ده هتزق الالمنيوم ده، وبدل ما هو مفتوح كده هيبتدي يتحول لانه يبقى مقفول بالشكل ده. هو ده اللي حصل في الانسكت، لكن الميكانيزم بالظبط حصل ازاي هنشوفه مع بعض. ارجع معاك مرة تانية، انا عشان اتكلم على الميكانيزم اللي بيه الانسكتيفورس بلانت ده قفل على الانسكت، انا تخيلت ان دي حتة الالمنيوم اهي، وان دي اللي بالريد دي حتة ايرن، ودي المنظر قدامنا، ودي الالمنيوم مفتوحة بالشكل ده. انا هتخيل ان حتة الايرن دي ابتدى يحصل لها اكسبانشن، هتزيد فهتزق الالمنيوم ده في الاتجاه ده، وهتزق الالمنيوم ده في الاتجاه ده، وهبص الاقي المنظر بتاعي بقى بالطريقة دي اهو، بقوا كده الاتنين قافلين على بعض. اكزاكتلي ده هو اللي هيحصل في الفينوس فلايت تراب. مرة تانية كده تخيل معايا، ادي جزء من الليف، ادي جزء من الليف، ادي منطقة الميدرب. ولو تخيلنا كده ان الاوتر لاير دي من السيلز بتاعة الميدرب، بص ايه اللي يحصل فيها لما يبتدي يحصل اكشن بوتنشال. او ما يحصل اكشن بوتنشال، هيدروجين ايونز بومبت اوت اوف ذا سيلز انتو ذا سيل وول. في المنطقة دي الهيدروجين ايونز هتبقى بومبت اوت وتدخل في السيل وول بتاعة مجموعة السيلز دي. طب لما يدخل الهيدروجين ايون في السيل وول بتاعة السيل دي هيعمل ايه؟ هيبتدي يفك الكروس لينكس اللي ماسكة السيلوز والهيمي سيلوز. مش بس كده، هيبقى كمان انه الكالسيوم بيكتيت اللي موجود، الميتريكس اللي في السيل وول اللي موجود في الميدل لاميلا، برضو هيبقى ديزولفد. كل ده نتيجة خروج الهيدروجين ايون. بعد كده هيبتدي الكالسيوم ايونز انتر السيلز، هيبتدي كالسيوم ايون يدخل جوه السيلز بتاعت الاوتر بارت بتاعت الميدرب. ولما يدخل الكالسيوم ايون جوه السيلز دي ايه اللي هيحصل؟ It creates lower water potential. طب تخيل السيلز دي اصبح عندها lower water potential والسيل وول بتاعها ضعيف، او ما يبتدي يدخل جواها ووتر هتبتدي تعمل اكسبانشن، وزي ما شفنا في الصوره اللي فاتت اول ما ده اكسباند هيبتدي يزق دي كده ويزق دي كده، ونتيجه كده هتقفل الليف، وكده نقول اتحولت من كونفكس تو كونكيف. البلانت ده زي الاذر بلانتس بيعمل ريبرودكشن، لكن بيعمل ريبرودكشن ازاي؟ بينتج فلاورز، بينتج فلاورز، سو اتس ا فلاورنج بلانت، لكن الفلاور بتاعته بتبقى عالية، الفلاور بتاعته بتبقى عالية بعيدة عن الليفز. ليه تبقى بعيدة عن الليفز؟ علشان لو جت انسكت تعمل بولينيشن ما تخليش الليف تقفل على الانسكت دي. ما تنساش
البلانت ده قدر يعمل ريبرودكشن بالطريقة اللي اتكلمنا عليها. بص على السؤال ده واللي كان في نوفمبر 16 وفاريانت 3. بيقول لي describe the response of the Venus flytrap to touch. تاني describe the response of the Venus flytrap to touch. هنبص كده مع بعض ونشوف الانسرز هنكتبها ازاي. بص كده الانسر بتاعتك هتبقى in what form. خلينا نمشي الاول خطوه خطوه. هنبتدي بالستيب 2. اول ما السنسوري هير اللي هي تعتبر كريسبتور بيحصل لها تاتشنج توايس. ايه الخطوات بقى اللي بيحصل؟ بيحصل ديبولاريزيشن للممبرين زي ما كنا شايفين واللي هتشوفه مكتوب عندك في النت. لو تو هيرز ورا بعض حصلهم تاتش within a period 35 seconds هيبتدي الاكشن بوتنشال يحصل. طب والاكشن بوتنشال ده هيبتدي يتنقل وهيتنقل الديبولاريزيشن على الليف. طب وهيبتدي يخليها تقفل ازاي؟ فاكر في الجزء بتاع المدرب وفي الاوتر لاير بتاعه المدرب الاتش ايون بامبت اوت اول ما وصل الاكشن بوتنشال وبالتالي وصلت على السيل وول بتاعه البلانت سيلز اللي في اللور بارت اوف ذا مدرب. طب السيل وول لما دخلها الهيدروجين هيبتدي تتكسر الكروس لينكس، معنى كده ان السيل وول هيبقى ضعيف والكالسيوم بكتيت كمان ديزولف. في نفس الوقت هيبتدي نتيجه كده يدخل الكالسيوم جوه السيلز دي. افتكر السيلز بتاعت الاوتر بارت او اللور بارت بتاع المدرب. اول ما تدخل الووتر جوه السيلز دي باي اوسموزس السيل اكسباند وتبقى تيرجت وهيتغير بقى الشكل بتاع الليف من كونفكس تو كونكيف وكده قفلت. باي طريقه انت هتكتب النقط دي، اما اكسبانسن والحته دي مش ضروري ابدا، ودي برضو هنتكلم على الاكسبانسن في حاجه تانية في الجزء اللي جاي من الفيديو اللي جاي. ده كان سؤال من الاسئله اللي جات على الفينوس فلايت تراب. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الثاني من كنترول اند كوردينيشن ان بلانتس ان شاء الله. جود باي.